السلام عليكم طلاب الصف الأول المتوسط. درسنا لهذا اليوم دروس التربية الإسلامية، الدرس الرابع، أهمية الصلاة، صفحة 130 و131. أهمية الصلاة: أولا، إقامة الصلاة وتأديتها امتثالا لأمر الله تعالى وطاعة له. ثانيا، استشعار عظمة الخالق وخشيته، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم وسلامه يتغير لونهم وترتجف أوصالهم من خشية الله وعظمته عند الصلاة، كما روي عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام إنه كان إذا توضأ أصفر وجهه وارتجفت أطرافه، فقيل له: فيما ذلك؟ فقال: ويحكم، أتدرون بين يدي من سأقف؟ ثالثا، في الصلاة تذليل للشدائد والمحن وتدريب على الصبر، فقد كان الأنبياء عليهم السلام يفزعون إلى الصلاة عند الشدائد. وبهذه النقاط هي أهمية الصلاة. ما أهمية الصلاة؟ هذه النقاط قرناها. النقطة الرابعة: الصلاة تحقق آثارها في الطمأنينة وراحة النفس، فهي واحة روحية يفيء إليها المسلم ليتفيأ ظلالها الوارفة، فيجد فيها علاجا لمشكلاته النفسية ويتخلى بها عن هموم الحياة. خامسا، الصلاة تهذيب للسلوك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من سورة العنكبوت. إذن هذني أهمية الصلاة، أهمية الصلاة بإقامة الصلاة وتأديتها امتثال الأمر الله تعالى وطاعة له، استشعار عظمة الخالق وخشيته، وكان رسول الله وأهل بيته عليهم السلام يتغير لونهم وترتجف أوصالهم من خشية الله وعظمته، كما روي عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه كان إذا توضأ أصفر وجهه وارتجفت أطرافه، فقيل له: فيما ذلك؟ قال: ويحكم، أتدرون بين يدي من سأقف؟ ثالثا، في الصلاة تذليل للشدائد والمحن وتدريب على الصبر، فقد كان الأنبياء عليهم السلام يفزعون إلى الصلاة عند الشدائد. رابعا، الصلاة تحقق آثارها في الطمأنينة وراحة النفس. خامسا، الصلاة تهذيب للسلوك. ومفهوم الآية، يعني هذه الآية قرناها، تهذيب للسلوك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومفهوم الآية إنها تأمر بالمعروف والإحسان. مفهوم الآية تأمر بالمعروف والإحسان، فالصلاة يستحضر فيها المصلي قلبه مع الله تعالى 5 مرات في اليوم والليلة في الأقل. في هذه الآية، هذه الآية تأمر بالمعروف والإحسان، فالصلاة يستحضر فيها المصلي قلبه مع الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة في الأقل، كفيلة بأن ترفعه إلى الاستقامة. هذه الصلوات 5 التي يقوم بها المصلي في اليوم والليلة يقول كفيلة بأن ترفعه إلى الاستقامة وامتثال أوامر الله تعالى بأن يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر. يقول كفيلة بأن ترفعه الاستقامة إلى الاستقامة وامتثال أوامر الله تعالى، وأن تردعه عن ارتكاب ما نهي عنه. فالعبد إذا انقطع إلى الله تعالى يناجيه بلسانه وقلبه ويستلهم منه الهداية والقوة، سيبتعد عن حبائل الشيطان وسوء الخلق ويبتعد عن معصية الله. فإن استطاع شياطين الجن أو الإنس أن يؤثروا فيه فيزين له الشهوات المحرمة، فإن له في لقائه الآخر القريب مع الله تعالى ما يطرد عنه هذه الوساوس والأوهام. ولعل ذلك من حكمة تكرار الصلوات المفروضة 5 مرات في اليوم والليلة. يقول إن تأدية الصلاة، إن عندما يؤدي الصلاة في اليوم والليلة 5 صلوات، كفيلة هذه الصلوات 5
كفيلة بأن ترفعه إلى الاستقامة وامتثال أوامر الله تعالى، وأن تردعه عن ارتكاب ما نهي عنه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نقول: وإذا فإن استطاع شياطين الجن والإنس أو الإنس أن يؤثروا فيه فيزينوا له الشهوات المحرمة، فإن له في لقائه الآخر في الصلاة القريب مع الله تعالى ما يطرد عنه هذه الوساوس والأوهام. ولعل ذلك من حكمة تكرار الصلوات المفروضة 5 مرات في اليوم والليلة، ومما يؤسف له بعض ما نراه في المجتمع الإسلامي من كثرة المصلين وهم على رغم ذلك يرتكبون الفواحش والمنكرات. ما سبب ذلك؟ وسبب ذلك أنهم لم يقيموا صلواتهم على منهج الله تعالى. ما سبب في مجتمعنا الإسلامي كثرة المصلين وهم على الرغم من ذلك يرتكبون الفواحش والمنكرات؟ وسبب ذلك أنهم لم يقيموا صلواتهم على منهج الله تعالى، فصلاتهم تفتقد أهم مكوناتها الأساسية، ألا وهو حضور القلب في الصلاة الذي يترتب عليه الخشوع المهذب للنفس والسلوك. ومن ثم فإن صلاتهم لا تؤثر في سلوكهم فتفتقد قيمتها، لأن الصلاة لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا صلاة لن تقربهم من الله تعالى لأن قلوبهم ليست معه جل وعلا. ولهذا يجب أن تكون صلاتنا مشتملة على الخشوع لنحيا حياة صالحة وسعيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.